بسم الله الرحمن الرحيم، ازيكم يا شباب؟ اهلا بيكم في فيديو جديد من فيديوهات الاستومك وفيديوهات الديجستيف موديول. منين نتكلم مع بعض اذا عن الاستومك او عن المعده؟ اول حاجه كلنا عارفين ان هي اورجان بيقع بداخل الابدومينال كافيتي، ويعتبر الحدود البوردرز تفصل الثراسي كافيتي عن الابدومينال كافيتي هي الديافرام او عضله الحجاب الحاجز. دي اللي تعتبر تعلن بدايه الابدومينال كافيتي وانتهاء الثراسي كافيتي. وزي ما اتفقنا الثراسي كافيتي يبقى فوق الديافرام والابدومينال كافيتي يبقى تحت دي الديافرام، الكلام العبيط ده. طيب انما دلوقتي لما نيجي نتكلم بقى عن الكونتنت او المحتويات المجاوره للاستومك، انا اجد هنا ادي الايه الليفر، خد بالك دي موجود هنا في الحته دي، وده طبعا يعتبر ايه موجود في المنطقه اللي احنا بنسميها الرايت هايبوكوندريا او انت متذكر يعني، خلاص. وطبعا عندنا هنا هنلاحظ ان في حاجه اسمها ريتراكتور. الريتراكتور ده كده اداه جراحيه، واخد بالك، ابدا ان انا ابعد بيها الاورجن او ممكن في المشرحه، واخد بالك، في الاناتومي لو انت فاتح الجثه وعايز تشوف الليجمنت او الاربطه اللي بتربط الليفر بالاستومك او بالمعده لازم تجيب ريتراكتور تزيح شويه الليفر او بصبعك بقى مش عارف تزيح شويه ليه، طبعا ترابيز جلافز تزيح شويه الايه الليفر عشان تقدر انك تتفرج على الايه الليجمنتس دي. طيب يبقى هنا عندنا ادي الليفر، هنلاحظ ان هو نايم شويه على الاستومك، لازم ان انا ازيحه عشان اتفرج على الليجمنتس. نيجي برضو يبقى ده اهم اورجان موجود بجنب الاستومك، صح؟ تمام كده، بيبقى موجود في المنطقه اللي احنا بنسميها الرايت هايبوكوندريا، خلاص. وزي ما اتفقنا الاستومك بتبقى موجوده في المنطقه اللي هي ايبيجاستريك اللي بتبقى هنا، وبتبقى موجوده كمان في الليفت هايبوكوندريا. بس هنلاحظ ان الاستومك مش لوحدها في الليفت هايبوكوندريا، بيتواجد اورجان مهم جدا برضو هنا بيبقى موجود اسمه السبلين او الايه الطحال. في برضو هنا كيسه كده واخد بالك تسمى الجول بلادر، واخد بالك، دي ان شاء الله يمكن لو نزلنا تحت هبقى اوريك البيان بتاعها، مش مهم دلوقتي. دي بتبقى كده ملحقه دايما بالليفر، وبتبقى مخزون لحاجه تسمى عليه البايل، خلاص كده يمكن نتكلم عنها بالتفصيل لما نيجي نتكلم عن الليفر. طيب اما نيجي نتكلم دلوقتي بقى على الاستومك بقى، هشيل بقى طبعا ادي الدافرام والريتراكتور والحاجات دي كلها هشيلها، طبعا زي ما اتفقنا في الايه الاسوفيجاس او المريء اللي هو بيديني الاستومك. هبدا ان انا اشيل كل الداتا ديت، وابدا ان انا اتكلم بالتفصيل اكتر عن الايه البارتيشنز او الاجزاء بتاعت الاستومك او الاجزاء بتاعت الايه المعده. اول حاجه الاستومك هي عباره عن عده اجزاء، اول جزء اللي هو فوق خالص ده بنسميه الفاندس، واخد بالك، تمام. الجزء اللي بيبقى قريب من الاسوفيجاس قوي ده جزء بنسميه الكارديا، خلاص. والجزء اللي في النص ده يعتبر الجزء المركزي او الاكبر من الاستومك، ده بنسميه البادي او اللي هو الجسم يعني، الجسم بتاع الاستومك. طيب هنزل تحت شويه الاقي كده، انا اخدت ثلاث اجزاء، هنزل تحت شويه الاقي اجزاء تاني. نيجي ننزل تحت كده هنجد الجزء ده هو يعني مش جايبه هنا، هنجيبه في صوره تانية اسمه عامه الحته دي كده، واخد بالك، ممكن نسميها البيلوريك بارت او الجزء بتاع الايه البيلورس، هو حتى هنا مسميه بيلورس وخلاص ماشي، يعني في كتب احيانا ممكن تسميه بيلوريك بارت، خلاص. طيب يبقى احنا عندنا هنا ايه ليه، بس خلي بالك عشان بس نبقى احنا متفقين، الجزء ده اللي هو البيلورس ده عباره عن ثلاث اجزاء اصلا تانيين يعني، خلاص لسه هنتكلم عنهم لو جت فرصه في الايه في الصوره التانيه. طيب عندنا اذا عندنا، طيب حلو قوي، يبقى انا عندي الفاندس، وعندي الجزء اللي بيبقى عند الاسوفيجاس ده اسمه الكارديا، والجزء اللي في النص ده البادي، وفي هنا في الحقيقه ثلاث اجزاء لسه هنتكلم عنهم بالايه بالتفصيل. في عندك كمان هتجد هنا في سهمين كده، بص كيرفيتشر كده انحناء، خلاص كده الكيرفيتشر اللي تحت ده اللي هو الانحناء بيبقى موجود في الاستومك، ده كيرفيتشر كبير فبنسميه الجريتر كيرفيتشر، خلاص كده، وده كيرفيتشر صغير اللي هو بيبقى هنا ده فبنسميه ليسر كيرفيتشر. منين نطلع فوق كده الانحناء اللي هو بيبقى ناحيه الليفر او بيبقى ناحيه الكبد هنسميه ليسر كيرفيتشر. يبقى انت كده معلم الليفر ليسر كيرفيتشر، يبقى دايما الليسر كيرفيتشر ده بيبقى موجود ناحيه الايه الليفر. وهتلاقي كلمه لطيفه جدا ميديال سيرفيس، ده السطح الميديال للاستومك، يبقى ناحيه الميديال ناحيه الميد لاين، بينما ده يسمى الايه اللاترال سيرفيس، ممكن نسميه جريتر كيرفيتشر او نسميه الايه اللاترال سيرفيس بتاع الايه الاستومك. طيب وزي ما اتفقنا مع بعض الكيس الاخضر ده الجول بلادر اهو، وده لسه ان شاء الله يمكن تيجي فرصه نتكلم عنه قدام يعني، خلاص. فدي كده اهم الداتا المتعلقه بالاستومك مبدئيا، ونكمل مع بعض كلامنا في الفيديوهات اللي جايه.